الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة موعد جولة جديدة مع مراسلي القاهرة الإخبارية، نرصد خلالها العديد من التطورات والأحداث. أهلا بكم من عاصمة الخبر، وينضم إلينا في هذه الجولة مجموعة من مراسلينا: محمد جمال من أمام الجامعة العربية في القاهرة، عربي مرزوق من برلين، خالد أبو بكر من فيينا، خالد شقير سيكون معي من مرسيليا، عمر أحمد سيكون معي من تركيا أنقرة، وستنضم إلي لاحقا نسرين رمضاني من تونس. نبدأ أولى أخبارنا في هذه الجولة، حيث يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعين غير عاديين اليوم الأحد على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة. ويناقش الاجتماعان اللذان يرأسهما وزير الخارجية المصري سامح شكري الأزمتين السورية والسودانية. من جهتها أفادت الخارجية الفلسطينية بأن الأوضاع في الأراضي المحتلة ستكون أيضا محورا لمناقشات وزراء الخارجية العرب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا محمد جمال مراسل القاهرة الإخبارية. محمد، أهلا بك معنا في هذه الجولة. لو حدثتنا محمد عن يعني آخر التطورات لديك، هل صدر شيء من هذه الاجتماعات، وهل هنالك من تفاصيل أخرى ربما غير أن الجامعة الآن تعقد اجتماع لمناقشة الأزمات؟ نعم، هو رعد اجتماع تشاوري مغلق هذه اللحظة لا يزال جاريا بين وزراء الخارجية العرب لبحث عدد من القضايا، يأتي في مقدمتها القضية السورية وإمكانية عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، والقضية الثانية تتعلق بالنزاع الجاري حتى الآن في السودان. أما عن القضية الثالثة وهي ما تحدث عنها مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية بالأمس في بيان صحفي أصدره، قال أن النزاع الجاري في القدس والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدينة القدس ينبغي أن تكون محل نقاش لدى طاولة المتحاورين من وزراء الخارجية العرب في هذه الجلسة. عقب هذه الجلسة المغلقة التي لم تنتهي بعد، من المرتقب أن يكون هناك جلستان علنيتان، الأولى لمناقشة ملف عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بعد تجميد استمر منذ نهاية 2011 ولا يزال مستمرا حتى الآن، خاصة وأن كان هناك اجتماع في السعودية في منتصف أبريل الماضي كان لدول مجلس التعاون الخارجي وحضره كل من مصر والأردن والعراق، ونوقش هذا الملف. وعقب هذه النقاشات وهذه الاجتماعات كانت هناك أول زيارة لوزير الخارجية السعودية إلى دمشق منذ القطيعة في 2011. المناقشون من وزراء الخارجية العرب في هذه الجلسة سيناقشون مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، حتى وإن كانت عودة مشروطة، بمعنى أن يكون هناك شروط يجب أن يوافق عليها الرئيس السوري والإدارة السورية يعقبها عودة سوريا إلى مقعدها. أما عن قضية السودان فهي بالطبع تحظى بنقاش واسع، خاصة وأن هناك كثير من المباحثات تناقش أو تجرى الآن ما بين الجانبين السودانيين برعاية سعودية، فينبغي على جامعة الدول العربية حسب الحضور أن يكون هناك قرار صادر عنها يساهم فيما تصبو إليه معظم أو كل الدول العربية من أمال، وهي المتعلقة بالطبع بوقف نهائي لإطلاق النار يعقبه مباحثات تؤتي ثمارا لإنهاء هذه الأزمة فيما يخص الملف السوداني. أما عن القضية الفلسطينية وهي قضية العرب الأولى ستحظى بنقاش وفقا للمندوب الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية، والذي أكد أن ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية متكررة في القدس ينبغي أن يكون هناك موقف من جامعة الدول العربية بخصوصها، خاصة وأن القمة العربية الأخيرة في الجزائر خرجت بكثير من المخرجات معظمها متعلق بالقضية الفلسطينية. على أي حال هناك جلسة
مغلقة أو اجتماع مغلق حتى هذه اللحظة لا يزال مستمرا لوزراء الخارجية العرب، ويعقب هذا الاجتماع جلستان معلنتان تناقش فيهما القضايا الثلاثة، وبعد ذلك من المرتقب أن يكون هناك مؤتمر صحفي يشارك فيه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري للوقوف عما تم اتخاذه من قرارات أو توصيات تخرج بها هذه الاجتماعات اليوم. يعني من المعروف أن هذه هي اجتماعات تشاورية، وبالتالي ربما قراراتها غير ملزمة ما دامت تشاورية وفق ما نفهم يعني من مواثيق الجامعة جامعة الدول العربية، ولكن هل وصل إليكم ما هي الشروط التي ربما تطلبها جامعة الدول العربية من سوريا للعودة إلى مقعدها؟ هل يعني تماهى إلى أسماعكم شيء من هذه الشروط أم أن الموضوع ما زال عائما؟ الاجتماع الأول هو الاجتماع التشاوري، أما الاجتماعان الآخران وهما دورتان غير عاديتان يعقدهما وزراء الخارجية العرب لبحث هذه الملفات، فبالطبع سيكون هناك قرارات أو توصيات تخرج أو تعلن من خلال المؤتمر الصحفي للأمين العام للجامعة ووزير الخارجية المصري سامح شكري. أما فيما يخص الشروط التي من المرتقب أن توضع فحتى هذه اللحظة لم تعلن، ومن المرتقب أن تعلن هذه الشروط خلال المؤتمر الصحفي عقب هذه الاجتماعات. نعم، من أمام مقر جامعة الدول العربية من القاهرة محمد جمال مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك لهذه التفاصيل، وبالتأكيد سنقف معك على آخر التحديثات لهذه الاجتماعات والتوصيات والقرارات، شكرا جزيلا لك. ذكر مراسل القاهرة الإخبارية في الخرطوم أن اشتباكات متقطعة تدور بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في عدة أحياء بالعاصمة، وأفاد مراسلنا أن الجيش السوداني يكثف انتشاره وقواته جنوب الخرطوم، مشيرا إلى أنه تمكن من دحر الميليشيا في حي الخرطوم بحري، وتواصل قوات الجيش السوداني تصديها لمحاولات انتشار الميليشيا بين المدنيين، كما تعمل بكثافة لتضييق الخناق على الميليشيا في أم درمان. وذكر مراسل القاهرة الإخبارية أن الميليشيا تستهدف المركبات والمارة بالنهب والسرقة وتتخذ منهم دروعا بشرية. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات محتدمة في ظل معاناة السكان من انقطاع للمياه والكهرباء ونقص مخزون الطعام والمال، هذا فيما صرح مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية بأن ميليشيا الدعم السريع قامت بإطلاق النار على سيارة السفير التركي واحتجزتها. من جانبه أعرب وزير الخارجية التركي عن نقل السفارة التركية من الخرطوم إلى بور سودان مؤقتا بعد هذا الحادث. للمزيد ينضم إلينا من أم درمان هاتفيا مراسل القاهرة الإخبارية عثمان الجندي. عثمان، أهلا بك، لو تضعنا في آخر التحديثات الميدانية ماذا يحدث لديك في أم درمان وفي الخرطوم عموما؟ أهلا بك رعد، أنا بدأت جولة منذ ساعة ونصف، بدأت جولة نهارية في أهم المناطق المحيطة بشارع الوادي. شارع الوادي هو من أكبر الشوارع في مدينة أم درمان بل في السودان بصورة عامة، شارع يمتد من عمق أم درمان القديمة جنوبا وحتى ولاية نهر النيل شمالا. هذا الشارع يشهد حركة اليوم بالنسبة لاستقرار الأوضاع الأمنية. أم درمان على صعيد الميدان العسكري، أم درمان مستقرة منذ أول أمس، ليس هنالك أي معارك عسكرية في أم درمان، بالذات في المناطق التي كانت ملتهبة مثل منطقة نزاع والتلفزيون وكذلك المنطقة المحيطة بشارع العرضة ومنطقة جسر ود البشير. أم درمان تشهد هدوء، لكن في أم درمان فقط يوجد تحليق للطائرات في الجزء الجنوبي الغربي، جنوب الغربي من أم درمان وكذلك الجزء الغربي، وأيضا تشهد حركة تحليق طائرات نشطة في الجزء المحاذي لنهر النيل، هو هذا الجزء الشرقي من أم درمان، وكذلك في الجزء الجنوبي الشرقي في المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي وكذلك منطقة القيادة العامة. هذا هو نشاط الطائرات في هذا الفضاء.
حركة الطائرات نشطة أكثر بمنطقة غرب مدرمان نسبة لما ورد في بيان الجيش أن هنالك رتلة من العربات المقاتلة خرجت من ولاية جنوب دارفور قبل 5 أيام وقد تكون هذه العربات وصلت إلى مشارف مدينة أم درمان أي منطقة أم درمان لأن منطقة أم درمان هي تجاور في الحدود الغربية ولاية شمال دارفور وكذلك تجاور ولاية شمال كردفان قد تكون هذا الرتل العسكري بدأ في الوصول ولكن القوات المسلحة قالت أنها تتعامل مع كل الأتلاف العسكرية التي تأتي من هذه المنطقة وتقوم بضربها مما يسهم في نقص عدد المركبات الداخلة إلى أم درمان كإمداد لميليشيا الدعم السريع وكذلك تشتيت هذه القوات وعدد من القوات هذه رجعت من حيث أتت حسب بيان الجيش عدد كبير من القوات رجعت إلى مناطق في غرب السودان الوضع ميدانيا في شمال أم درمان وفي شرق أم درمان منطقة كيري هي منطقة كيري في أم درمان من أكثر المناطق التي تشهد هدوء تام أوضاع أمنية مختلفة تماما لأن هذه المنطقة بها منطقة وادي سيدنا العسكرية كل الأحياء المحيطة هذه منطقة وادي سيدنا العسكرية الحياة بها طبيعية جدا. طيب أخبرني عثمان بصفتك كنت في جولة وتحدثت عن جولة ميدانية صباحية نعم وأن الحياة بدأت أو تعود بشكل طبيعي في أم درمان لكن هل لديك معلومات عن المناطق الأخرى يعني الخرطوم بحري تحدث الجيش عن دحر للميليشيا في تلك المنطقة بعد مواجهات قبل يومين كانت مواجهات عنيفة هل هذه المنطقة الآن منطقة الخرطوم بحري يعني تشهد يعني اختفاء لهذه الميليشيا أم أنهم قد ما زالوا متسللين ولديهم ارتكازات معينة هناك؟ منذ أول أمس ميليشيا الدعم السريع تحاول باستماتة الوصول إلى منطقة الخرطوم بحري العسكرية بذات منطقة صلاح الإشارة لكن بكل حجم له بكل حجم لهذه الميليشيا تم التعامل معها وتم ضربها وآخر هجمات كانت لهم بالأمس وتم ضربها تماما واحتفل الجيش في مغارة صلاح الإشارة في منطقة الخرطوم بحري العسكرية احتفل وأظهر عدد من المركبات التي تم استلامها من الميليشيا لكن حتى الآن هذه المنطقة تشهد اشتباكات وتشهد تنشيط من قبل القوات المسلحة كسبت أراضي جديدة في منطقة الخرطوم بحري وسيطر على عدد من المساحات التي كان بها ميليشيا الدعم السريع التي بدأت تبحث عن منافذ لتخرج لأطراف الخرطوم بحري وكذلك حتى في منطقة شرق النيل هذه المنطقة التي بها منطقة شرق النيل تتبع أيضا اللغة الجغرافية لمنطقة بحري هي منطقة جغرافية واحدة تقع في الجانب شرقي لنهر النيل وكذلك للنيل الأزرق هذه هنا توجد معارك عنيفة في منطقة شرق النيل بالذات في المنطقة المحيطة بمستشفى شرق النيل ومحطة 13 هي محطة مشهورة جدا في منطقة شرق النيل هذه المنطقة تجري بها معارك وبها عدد من الأحياء السكنية لذلك يجد الجيش صعوبة باستخدام سلاح الطيران حتى لا يضر بسبب الكثافة السكانية كما يعلن الجيش في بياناته أيضا وكما تقول أنت من خلال مشاهداتك عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من أم درمان شكرا جزيلا لك وأيضا لمزيد من التفاصيل ينضم إلي هاتفيا من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية محمد تحدثنا في مناسبة سابقة صباح هذا اليوم أنك قلت بأن الطائرات المقاتلة السودانية كانت تحلق في سماء الخرطوم العاصمة وفي يعني المدن الثلاثة للخرطوم العاصمة هل ما زال التحليق مستمرا لديك وهل توصلت إلى معلومات عن أعمدة الدخان التي شهدناها صباحا اليوم في الخرطوم؟ محمد نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من الخرطوم على كل حال سنعود إليك بالتأكيد في مناسبات أخرى للوقوف على آخر المستجدات شكرا جزيلا لك أعلن مستشار رئيس القرم أوليجي كريتشوكوفا إسقاط صاروخين فلسطينيين أوكرانيين فوق شبه الجزيرة وقال كريتشوكوفا إن الصاروخين من طراز جروم 2 مشيرا إلى عدم وقوع أي أضرار مادية أو إصابات بشرية في
في المنطقة نتيجة لذلك. وتزايدت الهجمات الأوكرانية في الأيام الأخيرة على مواقع مختلفة في شبه جزيرة القرم، صدتها الدفاعات الجوية الروسية. طالب قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين روسيا بتسليم مواقعها في باخموت لقوات زعيم الشيشان مصطفى قديروف. وقال بريغوجين في وقت سابق إن مسافة كيلوين ونصف الكيلو متبقية من الأراضي للسيطرة على مدينة باخموت بالكامل. وأوضح بريغوجين أن القوات الأوكرانية في باخموت مجهزة تجهيزا جيدا بالأسلحة والمسيرات، وكانت المجموعة العسكرية الداعمة للقوات الروسية في عملياتها شرقية أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق عن خطط للانسحاب من المدينة، إلا أن أوكرانيا قالت إن عناصر المجموعة يعززون مواقعهم لمحاولة الاستيلاء على المدينة قبل احتفال روسيا بعيد النصر هذا الأسبوع. أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط صاروخ روسي فرط صوتي خلال هجوم على العاصمة كييف الأسبوع الماضي. وأوضح قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشكوك أن الصاروخ من طراز كينزال KH-47 وتصدت له منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت خارج العاصمة كييف. وأضاف أن روسيا التي تفاخرت بهذا الصاروخ على حد وصفه لم تعلق حتى الآن على بيان إسقاطه. وافق البرلمان الروسي على طلب من السلطات الأوكرانية بأن يلتقي الرئيس فلاديمير زيلنسكي أو يلقي الرئيس زيلنسكي كلمة أمام البرلمان. وتأتي الدعوة وسط ضغوط على حكومة بيرن التي ترفض التخلي عن الحياد المعهود منذ قرون، وتحظر سويسرا تصدير الأسلحة السويسرية إلى مناطق الصراع مثل أوكرانيا. ومن المقرر أن يلقي زيلنسكي الكلمة خلال الدورة الصيفية للبرلمان التي تبدأ في 30 من مايو الجاري. وخلال الدورة من المقرر أيضا أن يدرس النواب اقتراحا بتقديم دعم بقيمة 5 مليارات فرنك سويسري لأوكرانيا على مدى يتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. للمزيد من التفصيل حول الأزمة الأوكرانية والحرب هناك ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين، أهلا بك معنا في هذه الجولة. لو وضعتنا حسين على آخر أو في آخر التفصيلات التي يمكن أن نراها على الأرض، خاصة الحديث عن إسقاط أوكراني لصواريخ روسية فرط الصوت، وكذلك الحديث عن الحشد الروسي في منطقة البحر الأسود كما تقول أوكرانيا. نعم رعد، بعد التحية، بالفعل هي أمور وسيناريوهات تسير بشكل متسارع جدا، الأمور ذاهبة نحو التصعيد أكثر، هكذا يحلل ويقرأ جميع الخبراء في الداخل الروسي. دعني أتحدث عن الخبر العاجل الآن الذي أعلن فيه الأمن الروسي عن إحباط هجوما أوكرانيا على مطار سيبيرني بطائرات مسيرة. مطار سيبيرني يقع في مقاطعة إيفانوفا، هذه المقاطعة التي تبعد بضعة ساعات عن العاصمة الروسية موسكو. الآن الأمن الروسي يعتقل مجموعة تخريبية، حسب البيان الروسي هذه المجموعة تتعامل مع الاستخبارات الأوكرانية، كانت تخطط لشن هجوم على مطار سيفيرني بمقاطعة إيفانوفا. أيضا الخبر العاجل الثاني، وهو أن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين رعد أعلن عن طلب فيه وعود من القيادة الروسية باستلام ما تحتاجه قواته من ذخائر وأسلحة لمواصلة المعارك في باخموت. وأشار بريغوجين إلى أن موسكو منحته صلاحيات للتحرك في باخموت بناء على ظروف المعركة. خلال الساعات الماضية وتحديدا ساعات يوم أمس، الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسماح للقوات الشيشانية باستلام المراكز في باخموت مكان قوات فاغنر.
الآن على ما يبدو بعد إعلان بريغوجين قائد فاغنر عن تلقيه المزيد من الذخائر والأسلحة لاستكمال المعارك، فهذا يؤكد على أن قوات باخمود هي القوات التي ستتواجد. قوات فاغنر تقصد؟ نعم حسين، يعني الآن هذا تأكيد ربما آخر الأخبار والتحديثات أن فاغنر باقية في مكانها في باخمود وفق بريغوجين. بريغوجين أعلن عن تلقيه وعود بإسلام الأسلحة والذخائر، وهذه الأسلحة والذخائر هي كانت تعتبر مشكلة حسب تصريحات بريغوجين، حيث أكد مرارا على أن وزارة الدفاع لم تسلم قوات فاغنر ما تحتاجه من معدات ومن ذخائر لمواصلة المعركة وللسيطرة على باخموت. يوم أمس كانت هناك تصريحات عالية اللهجة من بريغوجين، حيث اعتبر على أن قواته حررت وسيطرت حسب تعبيره على أكثر من 95% من مساحة باخموت، وأن 5% المتبقية من المدينة لا تستوي أي شيء، أي حسب تعبيره أنها لا يوجد أي قيمة لها. وهذا التصريح هو بمثابة نفس من قبل بريغوجين لأي قوات يمكن أن تحل مكان قواته وتعلن السيطرة على باخموت. بطبيعة الحال رعد قوات الشيشان وقوات فاغنر هي ليست قوات تابعة إلى وزارة الدفاع الروسية، هذه القوات تتحالف مع الجيش الروسي، وهناك تنافس حقيقي بين هذه القوات للسيطرة على المدن في أوكرانيا، وأيضا لكسب المزيد من الدعم المالي والدعم العسكري من وزارة الدفاع ومن قبل القيادة العسكرية الروسية. نعم. بالرغم من هذه التصريحات إلا أن المعارك حامية جدا في الداخل الأوكراني، رعد أيضا في الداخل الروسي، نحن نتحدث عن أن الهجمات الأوكرانية على روسيا لم تتوقف منذ إعلان الكرملين عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الجانب الأوكراني بدأ بإطلاق الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على الداخل الروسي، هذه الطائرات وصلت إلى الكرملين. تذكر يا حسين الحديث عن الطائرات، لكني أريد أن أسألك عن تفصيلة بسيطة سبق يعني ذكرها، ليست هي حدث اليوم ولكن حدث استهداف الكرملين، هل صدرت أي تصريحات جديدة حول التحقيقات حول الأشخاص المحتمل أنهم قاموا بتلك العملية، هل هي من الداخل من الخارج الروسي؟ لا يوجد أي جديد رعد بخصوص هذه الحادثة، فقط المعلومات لا زالت حتى الساعة مقتصرة على بيان الكرملين ولجنة التحقيقات الروسية، حيث اتهمت الاستخبارات الأوكرانية بأنها هي من شنت هذا الهجوم، وأيضا اتهم الكرملين الولايات المتحدة بأنها هي التي وجهت والتي أوعدت. نعم. إلى أوكرانيا بالقيام. إذن لا جديد حول هذا الموضوع. لنعود إلى المسيرات، أنت قلت أن الحرب في الداخلين الروسي والأوكراني الآن حامية الوطيس إن صح التعبير، المسيرات التي استهدفت أو تقول موسكو أنها استهدفت روسيا، هل من تفاصيل حولها؟ بالنسبة للمسيرات التي تم إطلاقها من الداخل الأوكراني وتحديدا من الحدود الأوكرانية الروسية، هذه المسيرات في معظم الأوقات تستهدف بعض خزانات الوقود إن كانت في القرم وأيضا في بعض المدن الروسية التي تقع على الحدود مع أوكرانيا. بحد ذاته هذا الأمر لن يغير من مسار العملية العسكرية، حيث الجميع في الداخل الروسي يستوعب على أنه في حالة حرب، وأن الحرب تشهد عدة هجمات وأمور ليست في الحسبان، لكن ما قامت به أوكرانيا على الكرملين هذا الأمر غير وبدأ يدفع المواطن الروسي بالدرجة الأولى والقيادة الروسية لتغيير مسار التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية. نحن نتحدث الآن رعد عن أن يوم الثلاثاء القادم أي يوم 9 مايو هو يوم عيد النصر في روسيا، أي هجمة أوكرانية على الداخل الروسي هذا الأمر سيكون خطير للغاية، سيغير من مسار العملية العسكرية. الصواريخ التي كانت تتباهى فيها روسيا ولا سيما رئيسها فلاديمير بوتين في وقت سابق يمكن أن تستخدم هذه الصواريخ بعد 9 مايو. بالحديث عن الصواريخ حسين، يعني هنالك تصريح أوكراني بإسقاط صاروخ روسي فرط صوتي، سلام حسين، يعني هذا الصاروخ هو كينزل KH-47، تقول أوكرانيا أنها تصدت له بمنظومة الدفاع الأمريكية باتريوت خارج العاصمة كييف، ولم يصدر شيء من الجانب الروسي حول هذا الموضوع، هل لديك من تفاصيل؟
بالنسبة لما صرحت به أوكرانيا عن إسقاط صاروخ فرد صوتي روسي، لم تؤكد وزارة الدفاع الروسية ولم تنفي أيضا في المقابل هذه التصريحات، لكن في حال صدقت هذه التصريحات أو تأكدت فهذا الأمر أيضا يعتبر تغيير في مسار العملية العسكرية وتغيير في مسار الصراع. لكن رعد في حال أيضا تم التأكد من أن أوكرانيا أسقطت صاروخ روسي فهذا لن يدفع روسيا إلى مرحلة لا تريدها. روسيا تعلم الآن على أن الغرب وتحديدا واشنطن يريدون الضغط وجر موسكو إلى مرحلة لا تريدها. هي الآن الجانب الروسي يؤكد على أن الحرب العسكرية والصراع المباشر مع واشنطن أصبح يمكن أن يبدأ خلال ساعات وخلال دقائق. لا أحد يريد هذا الصراع. نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي رياكوف أكد على أن موسكو تريد الحفاظ على علاقاتها مع واشنطن، لكنه في أيضا أشار إلى أن العلاقات وأن الحرب يمكن أن تحدث بين الطرفين، لكن بلاده لا تريد هذه الحرب. نعم حسين. لكن إلى أين وإلى أي توقيت لا تريد موسكو وتبقى تحتفظ بصبرها؟ لا أحد يعلم هذا رأي. نعم، مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي عبر الهاتف من موسكو حسين الشيك، شكرا جزيلا لك لهذه التفاصيل. جددت ألمانيا تعهداتها بمواصلة دعمها لأوكرانيا في تصديها للعملية العسكرية الروسية، وأكد بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في تصريحات خلال زيارته لجنود أوكرانيين في موقع عسكري ألماني في شرقي البلاد مساندته لأوكرانيا بكل ما هو ممكن. ويتولى مدربون ألمان ودنماركيون تدريب جنود أوكرانيين على كيفية تشغيل الدبابات ليوبارد 1 القتالية الرئيسية وصيانتها، كما تمول سلطات برلين بالتعاون مع نظرتهما في ستوكهولم وكوبنهاجن أيضا إصلاح حوالي 100 دبابة من هذه الدبابات القتالية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية. عربي، لو تحدثنا الآن عن موضوع تجديد التعهد الألماني لأوكرانيا في هذه الحرب ضد روسيا كما يقول وزير الدفاع الألماني، ولكن في المقابل لو دققنا على الخبر نجد أن الحديث عن ليوبارد 1 في حين أن التعهدات كانت هي حول دبابة ليوبارد 2 التي هي أكثر تطورا، فهل يعني ذلك أن ألمانيا وفق المراقبين لديك قد تراجعت عن تعزيز الجيش الأوكراني بليوبارد 2 أم أنها خطوة أولى؟ كيف يقرأ المتابع الألماني ذلك؟ أهلا رعد. الحقيقة أن كميات المتواجدة أو المتاحة للجيش الألماني من الدبابات ليوبارد 2، وهي دبابات حديثة جدا، الجيل الأخير من الدبابة ليوبارد، هي أعداد محدودة جدا. قامت الحكومة الألمانية في الأسابيع القليلة الماضية بمد عددا من الدبابات ليوبارد 2 إلى الجانب الأوكراني، ولكن تصريحات بيستوريوس وزير الدفاع الألماني يوم الجمعة، وكان بصحبته أيضا وزير الدفاع الدنماركي في زاكسن أنهالت، وهي القاعدة التي تقوم ألمانيا والدنمارك وهولندا أيضا بتدريب عددا من الجنود الأوكرانيين، جاءت هذه التصريحات ليؤكد فيها أن ألمانيا لن تتراجع بشكل من الأشكال عن دعم أوكرانيا، وأيضا ستمد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 1 لأن هناك كميات كبيرة من كميات معينة من ليوبارد 1 في مختلف الدول الأوروبية، ولكن هذه الدول الأوروبية لا تستطيع مد أوكرانيا بليوبارد 1 إلا أن تحصل على موافقة الحكومة الألمانية في البداية. لذلك جاءت هذه التصريحات في هذا التوقيت تحديدا، لأن هناك من بعض الدول الأوروبية التي عرضت على الحكومة الألمانية أنها تستطيع تسليم قطعتين من هنا وثلاثة قطع من دولة أخرى. لذلك أكد وزير الدفاع الألماني أن ألمانيا ستسمح بهذا الأمر. إذا صرح بهذا الأمر لا يعني أن الدبابات ليوبارد 1 ستذهب من ألمانيا بشكل مباشر، ولكن من دول أوروبية أخرى تريد الحصول على تصريح من ألمانيا. ولكن ليوبارد 2 حتى هذه اللحظة يعني الكميات الموجودة لدى الجيش الألماني غير كافية، لذلك شركات السلاح الألمانية التي تنتج ليوبارد 2 يعني وظفت عددا كبيرا جدا من الموظفين الآن حتى تستطيع مد الجيش الألماني تحديدا بكميات كبيرة من الدبابة ليوبارد 2 للدفاع عن قوات حلف الناتو. رعد، كنا تحدثنا سابقا وما زال هذا الأمر حتى هذه اللحظة أن مخازن الجيش الألماني خاوية بشكل كبير نتيجة الكميات التي سلمتها ألمانيا للجيش الأوكراني.
ألمانيا ساعدت أوكرانيا حتى هذه اللحظة ب 14 مليار يورو، منهم ثلاثة مليارات يورو دعم عسكري إلى الجانب الأوكراني. ربما لم تساعد ألمانيا بكل هذه الأموال دولة خارج الاتحاد الأوروبي طوال السنوات عشرات السنوات الماضية سوى أوكرانيا في هذه المرحلة. ولكن كما قال وزير الدفاع الألماني، جاءت أيضا على لسان أولاف شولز المستشار الألماني، بأن ألمانيا مستمرة في دعم أوكرانيا بالسلاح والأموال طالما احتاجت أوكرانيا كل هذا الدعم في المستقبل حتى تستطيع تحرير أراضيها. طيب، وفق هذا التصريح عربي، يعني التصريح الجديد من وزير الدفاع الألماني، هل هنالك من تصريحات عن ماهية التعهدات التي قدمتها ألمانيا ولم تفي بها، وبالتالي صرح وزير الدفاع هذا التصريح؟ هو من المفترض أن الحكومة الألمانية تنتظر دائما بالاحتياجات الأوكرانية، ورعد يوم 13 من الشهر الجاري بعد أيام قليلة من المفترض أن يأتي فلاديمير زيلينسكي إلى زيارة ألمانيا لأول مرة منذ بداية العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية بعد عام تقريبا، سوف يأتي إلى هنا. التصريح لم يخرج بشكل رسمي عن الزيارة من الحكومة الألمانية، ولكن خرج في سؤال من الصحف الألمانية إلى المتحدثة باسم الشرطة الاتحادية هنا في ألمانيا لتأمين الشوارع وما إلى ذلك، وقالت لدينا معلومات بأنه سيأتي يوم 13. من المفترض في 13 من شهر مايو الجاري أن يقدم زيلينسكي قائمة بالمعدات والأسلحة التي يحتاجها الجيش الأوكراني إلى المستشار الألماني أولاف شولز، والمفترض أن يرد المستشار الألماني أولاف شولز بالموافقة على العتاد والأسلحة التي تستطيع ألمانيا مد بها أوكرانيا، لأن حتى هذه اللحظة ما زال فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني يطالب بطائرات من ألمانيا. المستشار الألماني أولاف شولز وزير الدفاع الألماني أيضا موقفهم واضح بشكل كامل من مسألة الطائرات، لأن ألمانيا لا تملك طائرات قتالية عالية الجودة، لا تملك سوى يورو فايتر وما إلى ذلك، وتريد تحديث الجيش الألماني. وكما تعلم رعد، هناك صفقة تمت بين الحكومة الألمانية والحكومة الأمريكية لشراء عددا من الطائرات الشبحية في المستقبل، لذلك لا تستطيع ألمانيا الإفاء بتعهدات تسليم طائرات إلى الجانب الأوكراني على الرغم من المطالبات. ولكن في هذه النقطة تحديدا الرئيس الأوكراني ليس متشددا في طلب طائرات من ألمانيا كما فعل كما تعلم في مسألة الدبابات من قبل، ولكن تتركز المطالبات الأوكرانية في مسألة الطائرات على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل نعم. مباشر. كلما نعم يعني أستأذن منك عربي، شكرا جزيلا لك، شكرا لهذه التفاصيل. مشاهدينا، نتحول إلى مقر الجامعة، جامعة الدول العربية، لنقل هذا المؤتمر الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، فإلى هناك. وتعدد التدخلات الخارجية فيها وانصراف انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا أخرى، مما أنتج حالة من الجمود التام طالت لسنوات، وهو أمر كان لا يمكن لنا كدول عربية السكوت عنه، بعدما بات مصير الشعب السوري بكافة أطيافه مرتبطا بالمواءمات على الساحة الدولية، والتي تشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق، وأصبح رهينة للجماعات الإرهابية التي زجت إلى الساحة السورية بواسطة دول وتنظيمات لتحقيق أغراض سياسية، بحيث كرست وجودها على الأراضي السورية، وبقى الشعب السوري بمفرده في مواجهة تحديات عديدة ومتراكمة أثقلت كاهله. وصار التساؤل المشروع في هذا السياق عما حققته نتائج تدويل أزمة دولة عربية شقيقة، وعن حقوق ومستقبل أبناء شعبها. وتولي الدول العربية أولوية كبيرة لأن يكون لها إسهاماتها الملموسة والمباشرة في صياغة حلول أزماتنا، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام خاص في مصر، انطلاقا من إيماننا بمبدأ الحلول العربية للقضايا العربية، وبضرورة تكاتف وتضامن الأشقاء في تجاوز التحديات، وبأهمية تفعيل الدور العربي القيادي لتسوية قضايانا بأنفسنا والنأي بها عن التعقيدات الدولية والإقليمية الأخرى، حفاظا على مصالحنا المشترك وأوطاننا وأمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم،
لقد أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكريا لها، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع، بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية ومنذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولة الحسم العسكري، ولم تلق هذه التحذيرات أذانا صاغية. ومن ثم فإننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية، واستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية على نحو يتمشى مع المرجعات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق أماله المشروعة في غد أفضل، ويضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وعروبتها، وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شؤونها بما في ذلك الاعتداءات على أراضيها، ويفضي إلى القضاء على جميع صور الإرهاب وتنظيماته والفكر المتطرف دون استثناء، ويوفر البيئة المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين، ويفتح المجال أمام البناء والتنمية مما سيعزز من عناصر الاستقرار في الوطن العربي والمنطقة. ومن هذا المنطلق وصلت مصر جهودها بالتعاون مع أشقائها العرب والدول الصديقة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا من أجل الإسهام في تحقيق هذه الأهداف، وجاءت الاجتماعات العربية الأخيرة التي استضافتها كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية من خلال مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما يهدف لمعالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية. ومما لا شك فيه إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى البيان الختامي لاجتماع عمان يوم الأول من مايو الجاري هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي لحل الأزمة السورية. ونتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات اجتماع عمان ودعم المجتمع الدولي لها. وبهذه المناسبة ففي الوقت الذي تطلع به الدول العربية بمسؤولياتها في دفع الحل السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولي الحالي، فإننا نشدد على أن الحكومة السورية أنه على الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة. ونجدد كذلك التأكيد على ضرورة وفاء الدول المعنية بالأزمة والمجتمع الدولي بالتزاماتها تجاه الشعب السوري. ومن هذا المنبر فإننا نعيد التأكيد على ضرورة إعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن ووفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة بالتزاماتها كل تجاه الآخر، لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نحب أن نراها. فلا يستقيم أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الإرهاب والاختطاف والحروب والكوارث. وختاماً، نتطلع اليوم إلى المزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء الجامعة حول جهودنا في الشأن السوري ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع معاناة الشعب السوري العزيز، إذ أن علينا جميعاً مسؤولية تاريخية لنقف إلى جواره ومساعدته
على طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخه وتاريخ الشعوب العربية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ننتقل إلى الجلسة المغلقة للتداول حول البند المدرج على جدول الأعمال، وأطلب من السادة الإعلاميين مغادرة الجلسة. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم كلمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، والذي قالها في مبنى جامعة الدول العربية بوجود وحضور وزراء الخارجية العرب. وأيضا تحدث سامح شكري عن الأزمة السورية التي كانت محض المناقشات، وقال بأن تسوية القضايا العربية يجب أن تكون من ضمن أو في الحضن العربي بعيدا عن التدخلات الخارجية، ولا حل عسكري للأزمة السورية. وقال بأن مصر قد حذرت من تداعيات هذه الأزمة، ونحن شهدنا تلك التداعيات. الحل الأزمة السورية هو سياسي، وتحدث أيضا عن مواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وهذا هو المهم كما قال، وأن الحل السياسي ينهي كل التدخلات الخارجية أو الإقليمية. وأيضا تحدث عن مواصلة مصر لجهودها من أجل الإسهام بتحقيق الأهداف لتفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية. ويشدد كما قال شكري، نشدد على أنه على الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية لهذا الحل السياسي، ونجدد أيضا على ضرورة وفاء الدول الإقليمية والعالم بالتزاماتها تجاه الأزمة. وأيضا شدد على ضرورة الاستمرار بالمزيد من التشاورات والمشاورات العربية لوضع الحد للأزمة السورية، وأيضا للنقاش في الشأن السوري وتفعيل العمل العربي المشترك. هذا تقريبا بعض ما جاء في كلام سامح شكري وزير الخارجية المصري. وانتقلت الجلسة الآن إلى جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة السورية. نعود مرة أخرى لمواضيع هذه الجولة، حيث نظم مئات المواطنين في العاصمة النمساوية فيينا مسيرة احتجاجية مؤيدة لروسيا، وتطالب السلطات بإعادة النظر في العقوبات المفروضة ضد موسكو والحفاظ على الحياد الكامل للبلاد. ووفقا لمنظمي المسيرة، فإن الأزمة لم تؤثر الآن على المناخ بقدر ما أثرت على البرلمان والحكومة في النمسا، ودعوا قيادة البلاد إلى بذل جهود فورية لتنظيم محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة، وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية. ورفع المشاركون في المسيرة العلمين النمساوي والروسي. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من فيينا خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية. خالد، أهلا بك معنا. إذن ما هي أبرز الأجواء في هذه المسيرة الاحتجاجية التي ظهرت في النمسا مؤيدة لروسيا؟ وربما هذا التطور يعني ملفت للنظر في النمسا. تحياتي إليك رعد. بالفعل تحولت ذكرى انتصار الجيش السوفيتي على النازية في 9 مايو إلى سجال كبير هنا في فيينا بين الجاليتين الروسية والأوكرانية. فبدأت الجالية الروسية اليوم فعالياتها للاحتفال بتلك المناسبة، وستنظم هنا حيث أقف في ساحة النصب التذكاري لضحايا الجيش الأحمر الروسي الذين دافعوا عن فيينا، فعالية كبيرة تبدأ في الساعة 3 بتوقيت فيينا، كما أنهم سينظمون مسيرة أخرى في يوم 9 مايو تبدأ من ميدان ستيفن بلاتز وتمضي في طريقها إلى أن تصل إلى هذه الساحة. هذه التحركات الروسية اللافتة كما وصفتها رعد كانت مسار استهجان السفير الأوكراني هنا لدى النمسا، الذي عبر عن استيائه
للسماح بتلك الفعاليات الروسية، وكان قد طالب الحكومة النمساوية بمنع تلك الفعاليات الروسية بالنظر إلى أن الروس يستخدمونها كدعاية تبرر عدوانهم على أوكرانيا. نعم على خالد. حد وصفه. نعم خالد. لكن السلطات أن نعم كنت أتمنى أسمعك أكثر، لكن الوقت يداهمني خالد. أعتذر منك خالد أبو بكر، كنت أتمنى أسمعك أكثر وتفصيل أكثر، لكن الوقت يداهمني. خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا، شكرا لك لهذه التفاصيل. انطلقت فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية، جامعة الدول العربية، وخلال الاجتماع أكد شكري أن الشعب السوري يواجه التنظيمات أو تحديات الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وأن ثمة اهتمام عربي بحل الأزمة السورية سياسيا بكل تبعاتها. يحضر أعضاء نقابة الاتحاد العام للشغل اجتماعات دعت إليها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن. كانت قد أعلنت بورن أنها ستلتقي المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية ومن ضمنها المعارضة إلى جانب ممثلين محليين بهدف تهدئة البلاد. ومن المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل، وذلك في خضم مظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 من مارس الماضي من دون التصويت عليه في البرلمان. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد أهلا بك في هذه التغطية، في هذه الجولة عفوا. أعضاء نقابة الاتحاد العام للشغل يعقدون اجتماعات الآن دعت إليها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، هل هنالك وفق قراءات المتابع الفرنسي الآن من أمل في هذه الاجتماعات؟ وكيف صرحت نقابات والجمعيات المنظمة للمظاهرات في فرنسا حول تلك المطالبات والاجتماعات التي ستجري؟ نعم رعد، في تطور جديد بعدها، في تطور جديد ووصف بالإيجاب من قبل الحكومة الفرنسية ورئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بعد أن وافق الاتحاد العام للشغل السي جي تي، وعلى لسان سوفي باني وهي الأمين العام الجديد للاتحاد العام للشغل، بحضور الاجتماعات والمناقشات مع الحكومة الفرنسية في 16 و17 بقصر ماتينيون، قصر رئاسة الحكومة الفرنسية. هذه التصريحات أو هذا القرار جاء وسط ترحيبات كبيرة جدا. يتبقى أحد أهم النقابات العمالية وهي نقابة FO أو فورس أوفريير أو قوة العمل، ستتخذ موقفها من خلال اجتماع سيعقد مع طبعا مجلس إدارة هذا الاتحاد يوم الأربعاء القادم. إذن نحن أمام صفحة جديدة وصفت بالجديدة من قبل الاتحادات العمالية التي كانت لا طالما طالبت بحل مشروع قانون التقاعد، ينظر إلى هذه الخطوة على أنها إيجابية، وأن هذه الصفحة بالفعل ستبقى أحد أهم الصفحات الناصعة للفيدراليات العمالية. ولكن نعم خالد، الاتحادات العمالية على لقاء إليزابيث بورن في 16 شكراً والسابع شكراً عشر. شكرا لك خالد شقير، كنت أتمنى أسمع منك تفاصيل أكثر، الوقت يداهمنا. شكرا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من مارسيليا وأفر شكرا لك. انطلقت في تركيا مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، ونشر قرار أو للجنة العليا قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها مع الانتخابات البرلمانية 28 يوم الأحد 14 من مايو. ووفقا للقرار أصبح كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحا عن تحالف الشعب، وكمال كليتشدار أوغلو مرشحا عن تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشحا عن تحالف أتا وما يعني الأجداد، ومحرم إنجا مرشحا عن بعد حصوله على 114 ألف توقيع من الناخبين الأتراك. وبذلك يمكن لمرشحي الرئاسة القيام بالدعاية الانتخابية حتى 13 من مايو، أي قبل يوم واحد من موعد الانتخابات.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد. عمر، إذن الآن يعني تنطلق المرحلة الدعائية لمرشحي رئاسة الجمهورية التركية، وهم 4 كما جاء في البيانات. وفق المتابعات لديك، كيف تسري يعني مراحل الدعاية الانتخابية اليوم، ومن الأكثر حظوظا فيها؟ نعم رائد، بعد التحية، بالفعل الحملات الانتخابية مرة اليوم في إسطنبول، هناك التجمع الانتخابي الكبير للرئيس رجب طيب أردوغان. بالأمس أيضا كان مرشح المعارضة في إسطنبول، ومئات الآلاف من المواطنين الأتراك اجتمعوا في التجمع الانتخابي له. إسطنبول مدينة مهمة جدا في الانتخابات رائد، يعني 16 مليون مواطن تركي فقط يقطن في إسطنبول. هناك كلمة مهمة لأردوغان يكررها عادة في الانتخابات البلديات، يقول: من يخسر إسطنبول يخسر تركيا. حزب العدالة والتنمية خسر إسطنبول عام 2019، فهنا المراقبين يشيرون إلى الانتخابات القادمة بشكل كبير جدا، مهم جدا. الحملات الانتخابية مستمرة، أحزاب المعارضة تعد بالربيع، تعد بإراحة جيوب المواطنين، تعد بانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الوعود التي يقدمها حزب أو تحالف الشعب للحاكم للمواطنين الأتراك. كذلك بالتأكيد سنقف على هذه الانتخابات وأيضا الدعاية الانتخابية. عمر، انتهى الوقت. عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من أنقرة، شكرا جزيلا لك. يختتم معرض تونس الدولي للكتاب والذي تنظمه وزارة الثقافة والمحافظة على التراث فعالياته اليوم الأحد. يعد المعرض من أهم معارض الكتب في القارة الإفريقية، وشمل جملة من الأنشطة الفكرية والثقافية، وقدم آلاف الكتب من نحو 50 دار نشر تونسية وعربية ودولية. للمزيد من التفاصيل حول معرض الكتاب في تونس تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية نسرين رمضاني. نسرين، أهلا بك. إذن ضعينا في يعني نبدأ عن هذا المعرض اليوم المقام في تونس وبمشاركة دولية وعربية واسعة. نسرين، فقدنا الاتصال مع نسرين. نعم نسرين، هل تسمعين الآن؟ نسرين، نعم أسمعك. نعم، ضعينا في آخر تفاصيل لديك حول هذا المعرض، نبدأ عن هذا المعرض الآن. نعم، هذه الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب. هذه الدورة تأتي متميزة جدا عن سابقا، لأن المعرض لم يشهد يعني تنظيما في العام السابق، وهذا العام يعود إلى موعده الأساسي، كان في السابق في السنوات الأخيرة ينتظم في أواخر شهر يعني في شهر نوفمبر، لكن الآن عاد إلى موعده الأساسي أواخر شهر أبريل وبداية شهر ماي. يختتم اليوم تختتم اليوم فعاليات الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب التي كانت قد انطلقت في 28 من أبريل الماضي. يشارك فيها 279 عارضا، منهم 128 عارضا من تونس و124 عارضا من دول عربية، البقية من دول أوروبية، وهناك 3 أجنحة لمنظمات غير حكومية. هذه الدورة تشهد للمرة الأولى مشاركة الدورة السيدة حضور وزير الثقافة العراقي الذي نعم يعني نعم. نسرين، كنت أتمنى أسمع منك تفاصيل أكثر، أعتذر منك فقط لضيق الوقت. نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معي من تونس ومعرض الكتاب هناك، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الأكارم، نهاية جولة مراسلينا، وكان معنا في هذه الجولة مجموعة من مراسلينا، كان محمد جمال من أمام مقر الجامعة العربية، وكذلك كان معي عربي مرزوق من برلين، خالد أبو بكر من فيينا، خالد شقير من مرسيليا، عمر أحمد كان معي من أنقرة، وكذلك
لا ننسى أن نسرين رمضاني أيضا كانت معنا اليوم، وكذلك مراسلي القاهرة الإخبارية في تونس. شكرا جزيلا لهم جميعا. إذا مشاهدينا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر أسفل الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.